أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في بيان أصدرته اليوم أنها لن تتساهل في تطبيق القانون على المروجين للفتنة والخطاب الطائفية. وأكدت الوزارة أن الدولة قادرة على حماية المواطنين وحماية ممتلكاتهم، داعية إلى التمسك بالوحدة الوطنية كإحدى الثوابت في بلادنا. لاحظنا منذ فترة، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة، انتشار دعوات وتسجيلات وتصرفات تتسم بالتطرف وتبالغ في الإساءة إلى شعبنا ووحدته الوطنية المقدسة، وهو ما يستدعي مني التأكيد على ميلي. أولاً، تشبثنا بنهج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني، مبني على الانفتاح والتشاور الواسع مع كافة القوى الحية في البلد، أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، في إطار دولة القانون والمؤسسات، والتمسكنا القوي بالخيار الديمقراطي وصيانة الحريات الفردية والجماعية لكافة مكوناتنا الوطنية، مهما كانت انتماءاتها السياسية والجهوية والفئوية. ثانيا، نهيب بالجميع تحلي بروح المسؤولية، ونذكر بأن الحكومة ستعمل على وضع حد لكل ما من شأنه المساس بجو الانفتاح والاستقرار الذي ينعم به بلادنا، وذلك وفقا لنظم وقوانين الجمهورية التي تعاقب مثل هذه الدعوات والتصريحات والأقوال والتصرفات. ثالثا، أؤكد للجميع أن الدولة كفيلة بأمن وسلامة المواطنين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، بما يقتضي الأمر من الحزم والصرامة مع الحرص الدائم على صيانة الحريات بقدر لا يماثله سوى إصرارنا على التطبيق الصارم للقانون والحفاظ على السكينة والوئام الوطنيين. شكرا.